أسباب السعادة أو عنوان السعادة. ده سعادة خوشبختي أسباب أو يا عنوان. السعيد هو الذي تراه عند النعم شاكر لله سبحانه وتعالى. خوشبخت إنسان هغا دي جهاغي سر نعمتوني أو ده الله رب العالمين شكره باسي. وعند الابتلاء عند المصيبة تجد صابر أو ده امتحان أو مصيبة بوحكي غصبر كون كيبي. وعند المعصية يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو ده قناة بحالت كده الله رب العالمين نبخنا غواري واستغفار غواري. ضد هذا نسأل الله العافية السلام أسباب الشقاء والتعاسة. بالكل ده دي برعكس أغاد شقاوة وبدبختي أسباب دي الله رب العالمين يتبنى وطاس وسط. عند النعمة تجد كافر جاحد للنعمة نسأل الله في السلام. ده نعمة بوخك يا غا إنكار كي ده نعمتنا إنكار كي شكر ده الله رب العالمين نوباسي. وعند المصيبة متسخط معترض أو تي مصيبة براشي نبيا غصي واعتراض كيف الله باندي يعترض بقلبه أخبر زرق اعتراض كي يقول لماذا أنا ويولي ده مصيبة بمارا غلي يعترض بلسانه فجبه باندي هم اعتراض كي يسب يشتم يلعن كنزلي كي لعن تعنوي يعترض بجوارح يكسر يشق ينتف الشعوب اندامونو باندي هم خبل دغ جهالت خي كلا ويختش كي كلا كبريش كي وكلا زانوي الثالث أن الإنسان إذا أذنب استغفر فالشقي نسأل عافية السلامة إذا أذنب أصر على الذنب ولا يستغفر درام چې ده خوشبخت انسان نه چې کله هم ګناه وشي استغفار وغاړي بخنه وغاړي او بدبخت انسان نه چې ګناه وشي هغه بخنه او توبه نه وباسي. لو ننظر في احوال الناس نجد ان الناس لا يخرجوا عن هذه الثلاثه احوال. کچر زموږ د خلکو حالات ته وګورو نو د درې حالات نه خالي نه دي. سراء يعني نعمتونه ور باندې خوشالي ومصيبه او مصيبه ور باندې او معصيه أو يا جناه غاري والله أعلم الله أعلم.